إخواني وأخواتي متابعين قناتي على اليوتيوب، أحييكم أينما تكونون وأينما تحلون. في الحلقات السابقة تكلمنا عن هروب السيستاني ووكلاء السيستاني إلى بريطانيا، ووعدناكم بحلقة نتكلم بها عن ما يعملوه وكيف تتم غسيل الأموال في بريطانيا بالتحديد وبعدها إلى العالم. طبعا هذه الأمور كانت تمشي من تقريبا الثمانينات إلى حد 2003 بأمور مو بهذه القوة وبهذه المبالغ وبهذه الثروة اللي فعلا صارت غير طبيعية ويعني انفجار نقول احنا في المبالغ اللي توصل بالتحديد الى بريطانيا. مثل ما قلنا سابقا القوانين البريطانية طبعا ضعيفة جدا، ضعيفة الى ابعد الحدود. البلد الوحيد اللي ما عنده دستور مكتوب وتعتمد قوانينه على القصص وعلى قضايا 200 أو 300 سنة حدثت. يعني القانون البريطاني تم كتابته لمصلحة الأغنياء والطبقة الاستقراطية اللي كانت وما زالت تحكم بريطانيا، ولهذا المعممين وكل هذول الناس اللي يعني تاجرون بالدين ومختبئين تحت العباية آل البيت والعمائم وكل هذول الناس عرفوا ثغرات هذا البلد وكيف يستغلوها. طبعا الكل تعرف واللي عايشين في أوروبا والغرب يعرفون أكو شيء اسمه حرية الديانات. طبعا بعد ما درسوا المعممين ومستشاريهم واللي سووهم ودعموهم قالوا لهم تدخلون عن طريق الدين إلى هذا البلد بالتحديد بريطانيا. الخطوة الأولى لما يجون ذول المعممين أو كانوا من دخلوا هذه كانت طرقهم. راح نترك لقبل ما 2003 لأن هذا الكلام تكلمته في فيديوهات سابقة وفي قنوات السابقة اللي راحت أو انمسحت أو اللي بلغوا اللي سووا عليها. المهم بعد 2003 التخطيط قام يجي بمخطط بعد ما سووا شبكات اقتصادية، مافيات، تجسس، وهذا راح نتطرق له كيف بدت عمليات التجسس وخليات، حتى عملوا خليات استخباراتية للتجسس على من يعارضهم أو يفضحهم. طبعا المعمم شي يسوي أول ما يوصل بهذه المبالغ الكبيرة والضخمة اللي توصله، فسووا طريقة وهي الشخص المسؤول على هذه العملية يقوم بشراء بناية وتكون بناية كبيرة تم ترميمها بطريقة توحي بأنه تابعة إلى التدين ويسموها حسينية، وبعدين بعد ما ينجز العمل يقوم صاحب الملك بتسجيلها كمنظمة غير ربحية أو شارتي مثل ما يسموه. هذه المنظمة الغير ربحية بيها فوائد. الفوائد مالتها شنو؟ اولا لما تسجلها منظمة شارتي او غير ربحية او منظمة خيرية تعفى من الضرائب بالنسبة لضريبة العقار وضريبة الشارع وضريبة الخدمات اللي قدموها، مثلا الزبالة ما زبالة، هذه طبعا مبالغ هنا في بريطانيا يمشون على المنطقة ويمشون على حجم البيت وكل هذه، يعني كل شيء محسوب حسابه. بعد ما يشترون هذه ويتم تسجيلها كمنظمة خيرية بهذه الحالة، أولا
هو السبب الرئيسي لهم الإعفاء من الضريبة. بعدها يتم فتح حساب بنكي في إحدى البنوك أو عدة بنوك لهذه المنظمة الخيرية. طبعا هنا الحسينيات والجوامع وهذه ولا واحدة مسجلة جامعة أو حسينية، كلها مسجلة تحت غطاء ما يسمى بالجمعيات الخيرية أو المنظمات الغير ربحية، يعني مو تجارة حتى يدفع ضرائب أو كذا. بهذه الطريقة يعرفون كيف يلعبون على ثغرات القانون. بعدها يتم تعيين أحد أو أكبر الشركات للمحاسبة. المحاسبة اللي تتم هي اللي تسوي أمور المالية لهذه المنظمة مثلا الخيرية، وطبعا يعطوهم أعلى الرواتب أعلى الشغلات، حتى لأن هذا الخبير القانوني أو المحاسبة أو الاقتصادي يعرف بالضبط ثغرات قوانين الضرائب في بريطانيا، وبإغراءات معينة وبهدايا معينة ورواتب ضخمة طبعا يجعل الضريبة أو المنافع اللي تدخل إلى هذا المنظمة الخيرية بين قوسين تكون صفر، يعني كل شيء ما يدخل لها. شلون هذه الطريقة تصير؟ طبعا هذه بحجة تعرفون المنظمات الخيرية يفتحون صفحات رسمية مسجلة في الدولة وإلهم حق للإعلان عن طلب المساعدات والتبرعات وكلها إلى هذه المنظمة، بشرط يعطون الحسابات الأخيرة السنوية إلى الدولة، يعني بالمحاسبة أو كذا شنو دخل أو خرج أو كذا. فالناس هذول يعرفون شلون يشتغلون. مثلا قبل ما ندخل على هذا الموضوع، بعد ما تمشي راء البناية وفتح الحساب وتسجيلها رسميا كمنظمة خيرية والمحاسب، يتم تعيين مدير لهذه المنظمة، والمدير من يكون؟ صاحب البناية. وبعدها يتم تعيين مساعدين وموظفين وكذا، بس المبالغ والرواتب اللي تم تسجيلها لهؤلاء رواتب خيالية، مئات الآلاف من الباونات توصل إلى مليونين أو 3 ملايين راتب سنوي. الغاية من هذا الأمر ليش؟ لأن هم أول شيء هذه الأموال اللي قاعد تهرب من العراق عبر الإمارات أو تركيا أو الأردن أو قبرص، هذه الأموال مسروقة من العراق تدخل إلى هذه الحسابات، بعدين يتم تغيير اتجاهها إلى بريطانيا وبالتحديد إلى هذه المنظمات الخيرية اللي سموها. ليش؟ يعتبروها تبرع على عدة مرات، عدة حوالات توصل إلى هذا الحساب، وفي بعض الأحيان توصل إلى حساب المدير أو حساب كذا أو حساب كذا. من تدخل هذه الأموال إلى حسابات هاي المنظمات الخيرية، المحاسب يقولوا له بأنه دخل هيك مبلغ، لأن هم يقدمون فواتير أو الحسابات البنكية إلى المحاسب، والمحاسب يبقى يلعب معاهم يقول لهم شو تسوون. فأول خطوة يقول لهم هذه الأموال مثلا شو تسوون، روحوا سووا ترميم مرة ثانية، كتبوا ترميم للحسينية هذه. طبعا هم لا يسوون ترميم ولا أبد، حتى لو صار لهم شهر من مرممين يتم وضع وصولات. طبعا بريطانيا مشهورة ومعروفة جدا بالوصولات المزورة، أي وصولات تريدها طبعا مختومة وكذا ويجيبوا لك يا كاملة كأنه أنت عايش بالعراق. يعني هذول الحرامية اللي جوانا من بريطانيا ترى ما جوا من فراغ، هذول متمرسين بعمليات النصب والاحتيال في بريطانيا، يعني هم ما جابوها هيك، هذول دارسيها بالضبط كيف تمشي الأمور هنا ووصلوها إلى العراق.
ولو هو العراق ما كان مقصر، بس زيادة الخير خيرين سووه. هنا من دخلت هذه الملايين راح يقولوا لهم سووا ترميمات. الترميمات حتى لو قعدوا صبغوا حياطين وما أدري شنو ما يكلف ألف باون، يحطون فد 4-5 صفارة قدام هذا المبلغ ويجيبون الوصولات وشراء وكذا وأمور. هذا المبلغ انقطع من المليون أو المليونين اللي وصلهم من دبي أو تركيا أو قبرص أو أي مكان ثاني. بعدها يسموها النشاطات الدينية. شي يسوون؟ يروحون اجى عاشور مثلا، قبل عاشور ما يبدي يبدون يسوون دعايات. الدعايات كيف تكون؟ هذا شايفيها الباصات مال لندن ام الطابق يعني الحمراء، التاكسيات هذه مال لندن السوداء اللي معروفة. يروحون يتفقون مع شركة اعلانات اللي هي تحط البوسترات او كذا على الباصات او الكذا اللي تسوي على التاكسيات بمبالغ يشيب الشعر لها، ف 5-6 مليون باون يعني تقريبا 9 مليون دولار. هذه التاكسيات والباصات على مدار هذا الشهر قبل الشهر مال عاشور تفتر في بريطانيا ومانشستر وكل بريطانيا هذه ولندن، وتشوفوها وانا نشرت فيديوهات وصور سابقة لهذه التاكسيات يا حسين وما ادري شنو بالعربي وبالانجليزي. بعدها شي يسوون؟ اجى عاشور يروحون يجيبون دولة الدنبكشية واللي يجعرون على اسم الحسين وصاروا تجار، ومنهم اللي يزيد ما استفاد من قتلة الحسين مقدة وهو باسم الكهربائي. مع احترامي للمهنة لأن بعض الأخوة كاتبي لي بأنه أنت تحكي عن الكهربائيين، لا والله لا أنتقص منكم ولا من حضراتكم، بس هو ما يعني كلمة تطلع دائما من عندي. يجيبون باسم هذا الكهربائي اللي ساعة تعرفون بدفترين وثلاثة وأربعة. شي يسوون؟ يعرفون بأنه باسم الكهربائي جنسيته مو بريطانية أو مو ما عنده محل إقامة في بريطانيا. يكتبون بالوصل بأنه باسم الكهربائي استلم 120-150-200-250 ألف لمدة أسبوع هو ينبح على ما يسمى بالمنابر. فهو يجد قابض، ما قابض يمكن 50-60 ألف لساعة أو ساعتين. فيقولون احنا لا بقى أسبوع هنا، ويكتبون مثلا الجنسية كويتي مثل ما هو عنده جواز كويتي على مرته. فمن تصير الضرائب يقدمون بأنه 250 ألف أو 500 ألف باسم الكهرباء استلم. بعدها هذا العطار ما عطار هذا السختش اللي يجي من هولندا وشكو عنصري وشكو زبالة تلقيهم بهذه الحسينيات، وبالتحديد حسينية البلاغية اللي سموها رسول الله، حسينية رسول الله. هذه من أقدر وأكبر غسيل الأموال يتم عن طريقها، وصاحبها معروف أبو ليث اللي أهواده ينبح هذه الأيام ودي يسلط كثير ناس ودي يلوص هواية وكله دي يوصلني، ما يخالف احنا بعدين هذا نتفاهم عليه. وان شاء الله قريبا يا ابو ليث كل هذه الاموال اللي تم سرقتها وانت بالتحديد تعرف نفسك المندد بيض اموال وهادي العامري وامواله والحكيم وكل هذه الصيدليات وكل هذه الثروات اللي اشتريتها من 2003 واخوك الحرامي اللي سرق ذهب كربلاء والنجف اللي نشرنا الفيديو عنه اللي هرب الى دبي وحريق الفندق وطلعوا من القاصة سبايك الذهب اللي كان دي يهربها الى لندن. فانت يا ابو ليث انت صغير بالنسبة للي دا نحكي عليهم. فتبدي العملية بهذه الطريقة. مثلا يسجلون المدير العام راتب السنوي 1 أو 1.2 مليون دولار، هذا يتحول من حساب الحسينية أو هذه المنظمة الخيرية إلى حساب المعمم اللي هو مدير. قانون الضرائب شي يسوي؟ بأنه هذا راتبه كذا، حتى لو يدفع 40% ضريبة على هالمليونين صار عنده 1,600,000 باون قانونياً
هذه أموال قانونية يستطيع هذا الشخص العمل بها في بريطانيا. شي يسوون بعدها الخطوة الثانية بداية شراء العقارات. طبعا العقارات تبدي واحد بعد الثاني بعد الثالث بعد الرابع. وهذا المدير اللي هو صاحب الحسينية طبعا معين مساعدين، ومن خلال هذه الحسينية يدفع لهم رواتب باعتبار هم موظفين، يعني حتى المنظمة الخيرية اللي سموها فلازم بيها موظفين، وهذه المنظمة الخيرية تدفع لهم رواتب. هذه الرواتب منين تندفع؟ عبر التبرعات أو الخمس اللي يوصلهم. التبرعات منين تجي؟ من سرقات العراق، يدزوها على أبو تبرعات للحسينية وإدامة وكذا، وإيصال صوت الحسين عبر العالم وكل أرض العالم كربلاء. فبهذه الطريقة توصل الأموال ويتم تبييضها. من تجي نهاية السنة الرواتب اللي اندفعت على مدار السنة كلها قانونية صارت، حتى لو 50% من هم ما تعبان بيها، المليونين باون اللي قاعد يستلمها كراتب مش قد يدفع، حتى لو 50% يدفع مليون ضريبة مو مشكلة، عنده مليون جايتها من الهواء. طبعا هذه تنفتح بيها شركات وبيها مشاوير وبيها شغلات ثانية تنفتح. والأهم من هذا طبعا هم ماخذين طريقة الماسونية بالتغلغل، و تشوف الضحكة على أساس في وجوههم وكيف هم فقراء وكيف هم ناس طيبين وكذا. الخطوة الأهم من كل هذه شي يسوون؟ يشترون المنطقة، يشتروها مو مثلا يشتروها ماديا، لا، يشترون كبار موظفي الدولة في اللي هم بلدية المنطقة ومدير البلدية محافظ المنطقة، اعزموهم على هذه الخرافات واللطميات اللي سموها دين. فتشوف دائما أرقى الفيديوهات، أرقى كاميرات التصوير تكون فيما يسمى بعاشوراء والحسين وعشرة عاشور وعشرة ما أعرف شنو. فتشوف دائما مدير الشرطة جاي، الشرطة جايين، المحافظ جاي، وهم طبعا الكاميرات مركزة عليهم ويتم نشرها عبر صفحاتهم وعبر اليوتيوب وعبر كذا وكذا وكذا. وحتى شنو يقولون للدولة البريطانية؟ احنا داخلين يمكم، وهذه اللي دنسويها كلها لان ديننا وهذا مذهبنا واحنا كذا وكذا. بعدين شي يسوون؟ اكو عملية اللي هم مصيبة اكبر، اكو شارع اوكسفورد ستريت، و هذه إجوال رود المناطق العربية، هذه المنطقة العربية، بس أوكسفورد ستريت يعني من أغلى وأطول الشوارع في لندن. هذه محلات تجارية، هذه ما تقدر تغلقها، وإذا تريد تغلقها لازم تأخذ يعني بروميشن، تأخذ كتاب موافقة من البلدية. طبعا هنا أنا شو تريد تسوي؟ ما طول تدفع فلوس تسوي. تريد تغلق البيت قصر الملكة تسويه إذا تدفع فلوسه، تريد تغلق أي شارع تدفع فلوس التأخير ويحسبوها بالثواني عليك. شي يسوون؟ قطع شوارع إجوال رود وقطع شوارع أوكسفورد ستريت وكل هذول المناطق، أنت تعرفون قطع شوارع هذه اللي هم قلب العاصمة البريطانية، باصات وتاكسيات وكذا وكذا، إيش قد تكلف؟ خلال ساعتين يدفعون فد 10 مليون باون لغلق هذه الشوارع. هذا شي يسوون؟ من خلال المبالغ اللي توصلهم يدفعون هذه على أساس بأنه احنا دنسوي ديننا ودنسوي عاداتنا وتقاليدنا وكل هذا الكلام. هذه الخطوات اللي يقومون بها غالبية الحسينيات في بريطانيا، في ايرلندا. ايرلندا كان ما بيها لا شيء اسمه حسينية ولا ابد، الا لحد ما اجى هذا المعمم ابو حسن، واحنا تكلمنا عنه وسنعيد لكم. ابو حسن هو شيعي سعودي اجى الى ايرلندا
قدم لجوء على أساس هو شيعي عراقي. أخذ اللجوء في أيرلندا، عندهم غباء، ما عندهم شيء اسمه لجوء بوقتها، يعني اللاجئ اللي يوصل إلى أيرلندا يمكن واحد بالشهر، واحد بالست شهور. فهذاك أجب أيام الخير، سطع على أرض وزور أوراق في إيرلندا. إيرلندا بلد فاسد حال حال بريطانيا. فتم تحويل العقار أو الأرض اللي تبرع بيها أحد طلاب السعودية اللي كان يدرس الطب في إيرلندا، وترك بعد تخرج ترك الأرض وكذا. فهذا العميل سطع الأرض، بناها بناية كبيرة، راد فلوس ما حد عنده. ايش قام سوى؟ قام راح الإيران قال لهم ايرلندا بيها جامع وهابي ناصبي، واحنا آل البيت، واحنا حسينية، واحنا كذا. في وقتها ايران من كانت لا عندها فلوس، اعطوه مبلغ 5 مليون ايرش باوند، يعني الباوند الايرلندي اللي كان مقارب على الباوند البريطاني. الافندي صرف يمكن 2 مليون على بناء هذه البناية والباقي بالجيب. وتحولت هذه الحسينية، يسموها حسينية آل البيت في دبلن في أرقى منطقة، إلى مقر للجواسيس لكل عملاء إيران تلقوهم في هذه المدينة. وتم كسب كل مترجمي وزارة العدل اللي هم من نفس الملة، والرفحاويين وصلوا، وبعدها وصلوا شكوا أحد الشيعي البحريني يوصل يقولون عليه عراقي، السعودي يوصل يقولون عليه عراقي، الكويتي يوصل يقولون عليه عراقي. وطبعا الإيرلنديين كانوا جهلة في هذا الأمور، وما مفتحين بقوانين أو الأمور مع اللهجات والمترجمين والكذا، ياهو ليجي أخذ واطلع أخذ واطلع. فسيطروا على إيرلندا لحد ما صار الاحتلال، وبدأ أبو حسن يكون شريك مع بهاء الأعرجي الحرامي اللي نعرفه وحكينا عنه ونشرنا عنه. فهذه الحسينيات اللي تدار في إيرلندا وفي بريطانيا، غسيل الأموال، غالبية الأموال اللي تم سرقتها من العراق وصلت إلى إيرلندا وبريطانيا. هنا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، من بريطانيا يتم ارسال مبالغ اللي ما يقدرون يمشوها جوا المي مثل ما يقولون، الى الدول الاسكندنافية، الى المانيا، الى النمسا، الى سويسرا، ما بقوا بلد في اوروبا، الى كل جنوب امريكا، امريكا الجنوبية، الى امريكا الشمالية، الولايات المتحدة، ما خلوا مكان ما فتحوا شيء اسمه حسينية. ليش؟ لأن الحسينية تدر عليهم ألماز مو ذهب، لا شغل لا عمل المعمم، ويكرف فلوس وبرأس هذول الزواج. وطبعا هذه المشكلة، يعني مع احترامي للشيعة أهلنا، هذه ما تمثل أهلنا الشيعة، هذه مجرد شون احنا قلناها المحفل الماسوني اللي يجمع رجال الدولة وكذا أو كذا أو كذا، أو حتى يدعون بأنه احنا نصنع القادة ونصنع الرجال ونصنع كذا. وهذا التخلف اللي عندنا في بلداننا العربية وبالتحديد الدول الإسلامية، اللي كل شيء من خيبتهم مثل ما يقولون، ومن عقلهم الفارغ كل شيء قالت الماسونية صنعتهم، الماسونية تتحكم، الصهاينة ما أعرف شنو، هذه اللي يسموها الخيبة، اللي تذب عيبك على غيرك. وهم لا يعرفون الماسونية شنو ولا الصهيونية. سأسأل أي واحد من تقعد معاه ويقول لك صهيونية صهيونية وكل هذول البلابل ما المراجع اللي تابرين على الصفحات، هذول صهاينة، هذول كذا. اسأل شنو الصهيونية إذا جاوبك أنا معتب، اسأل شنو الماسونية إذا جاوبك أنا معتب. فكل هذه كأنه ببغاء ويرد، شي يسمع من المعمم يرد عليه. التجارة مات الحسينيات
واسم الدين في الغرب منتشرة يعني شكو مجرم، شكو قاتل، شكو ميليشياوي، زودوهم بأموال وزودوهم بكثير من الأوراق والدوكيومنت المزور حتى يأخذون إقامات. صار عندهم تنظيم يعني نقدر نقول ماسوني، مثل الماسونية شلون منظمة وعندهم حتى أجهزة استخباراتية داخل التنظيم مالتهم، وكيف يعرفون يكسبون وكيف يحاولون يوصلون فكرتهم من يريدون واحد ياخذوه. فهذولا عملوا نفس الطريقة، وهذه الطريقة مشت وبكل نجاح. ليش؟ جهلوا العالم وفقروهم، يعني تجهيل وفقر، استغلوا الفقر والجهل المتواجد في العراق وخارج العراق. ترى لا تتصورون إخوان اللي قاعد في أوروبا يومية جنطة فلوس شايلها ويطلع ويفتر، لا تتصورون كل من أجل أوروبا خلاص صار مليونير، ماكو شيء. ترى هم كاتلهم كثير من الناس يعني الفقر والفقر، وبالقوة الدولة اللي قاعد يمها تعطي راتب يعني لحد 10 و15 بالشهر تلقي فلس. فمو غالبية الناس اللي موجودين هنا وهاي الثروات اللي تشوفوهم والسيارات الصاعدين بيها والأموال اللي عندهم، هذول كلها مافيات غالبيتها تابعة إلى هذه العصابات اللي سمون نفسهم رجال دين ومعممين. طبعا المافيا هذه كيف انتشرت؟ نرجع إلى كيف نسميهم وكر الجواسيس أو كار الجواسيس، كيف كانت وكيف بدأت تشتغل. طبعا وكر الجواسيس هو تأسس في النجف، هذا بعد 2003 عملوا، تعرفون صار عندهم دولة وعندهم أموال وصار عندهم يعني سلاح وتمويل وكذا. فأجت التعليمات من إيران بأنه يصور عندهم فريق استخباراتي يدرب في إيران، يرجع إلى النجف ومن النجف يطير أو يطلع إلى تركيا ومن تركيا إلى قبرص. طبعا فتحوا حسينية في قبرص، وأنا كنت في قبرص عام 2009 وعملت تحري كامل عن هذه الحسينية وعن الأشخاص وكيف تم استغلال كثير اللي يسمون نفسهم سنة، تم شرائهم وتم تعاونهم مع هذه الاستخبارات اللي يسمون استخبارات المراجع، والتجسس وتشويه السمعة وجيوش الكترونية، وسووا كثير ونجحوا. يعني واحد خلي يتكلم الحقيقة، نجحوا وناجحين لحد هسه. يعني تشوفوا الصفحات، تشوفوا المواقع، بس بدت قبل كم يوم بالتحديد الفيسبوك بإغلاق جميع هذه المواقع التجسس. ليش؟ لأن بدت أمريكا تعرف، أمريكا عرفت هسه شنو اللي دا يصير وكيف قاعد يدربون دولة وكيف تجاوزت الخطوط الحمر اللي حطتها أمريكا لهم، تجاوزوها فانتهى الأمر بالنسبة لهم. احنا هسه دا نتكلم كيف بدت هذه العملية. أنشأوا قاعدة دينية بين قوسين استخباراتية في لارنكا، ليماسول ونيقوسيا في قبرص. بوقتها بدأ تدفق اللاجئين العراقيين إلى نيقوسيا إلى لارنكا من الجانب التركي، القبرص التركي إلى الجانب اليوناني الأوروبي. وكنت أشوف مجاميع طويلة عريضة من هذولا، إن كانوا ميليشيات، جيش مهدي وجيش ما أعرف منو، كلهم وصلوا هناك. قبرص مجرد معبر، قبرص امتيازاتها، هذولا جايين فلوس ويريدون إقامات وما أعرف شنو. البعض أخذوا إقامة والبعض بقوا ينتظرون وكثير من عندهم رفضوا.
طبعا هسه غالبية هذول اللي بزمان ب 2009 من كنت بقبرص غالبيتهم استقروا او طلعوا منه. اوكي طبعا هذا ما طلعوا بزودهم مثل ما يقولون، تم شراء جوازات سفر لهم واندفع مبالغ كبيرة وكثير شغل صار عليهم بعد ما تم تجنيدهم في قبرص. غالبيتهم صاروا في استراليا، وصلوا الى الدول الاسكندنافية، الى بريطانيا، الى ايرلندا، الى الدول اللي تم اختيارها اللي ما بيها مجامع استخباراتية توصل معلومات كافية على كل من يعارض هذولا. فبعثوا هم وعوائلهم وطلعوا وعدهم رواتب من الدولة اللي هم واصلين لها، وعدهم رواتب واموال توصلهم لفتح مشاريع تجارية بين قوسين لتمويل اخوتهم في الله اللي جايين بعدهم. يعني هذه الاموال ياخذ نسبة منها هذا المجند والباقي يرسلها الى حسابات خاصة يتم استخدامها لتطوير العمل الاستخباري ودعم ما يسمى بالجحش المحشي ودعم ما يسمى بالميليشيات للسيطرة على ما تبقى من هذولا. من قبرص عندهم حسابات خاصة في البنوك. طبعا قبرص هي معروفة بدولة المافيا، دولة الاستخبارات والتحرك المخابرات العالمي، كلها موجودة في هذه الجزيرة اللي كلها ما تطلع من قد فلكة في بغداد. هذه قبرص عبارة عن مافيات وبالتحديد المافيا الروسية المسيطرة عليها في ليمسول، ودخلوا عن طريق المافيا الروسية إلى تهريب الأموال وتهريب الناس اللي يريدون يوصلوهم إلى أستراليا وإلى اسكندنافيا وإلى كل هذه الدول اللي فيها نقص للعملاء وفيها نقص للناس اللي يريدون يجندوهم. وتم ضخ أموال يعني فظيعة فظيعة لتجنيد هذه بالآلاف، جندوا مو واحد واثنين. ولهذا نقول لكم أخواني وأخواتي اللي دائما يقولوا ها شو وقت تطلع وش وقت تصير وش وقت ننتقم وش وقت، مو شغلة انتقام. احنا أمرنا تحرير بلد ومعاقبة اللي دمر هذا البلد وقتل شعبه وهجره وإعادة أمواله. ما عندنا شيء ويا شيعي ويا سني ويا ما أعرف منه، الكل الريده يتحاسب بقانون عراقي، مو قانون لطيف يحيى ولا قانون فلان أو علان. كل من خان هذا البلد وسرقه وقتل شعبه يتحاسب، ما لنا شغلة بطائفته. كثير من الناس أنا فعلا أزعل عليهم وهم أخوة وأخوات في القناة مشتركين يسبون هالشيء، أنا ما أقبل. يعني أنا مليون مرة قال لكم ما أقبل تسبون أهلنا الشيعة الأحرار اللي هم غالبيتهم في هذه القناة وغالبيتهم أدمنية في هذه القناة. ما يصير إنجازي أو نحاسب عدة أشخاص أو عدة مئات عدة آلاف حتى عدة مئات الآلاف ونحط الناس كلها بسلة واحدة، ما يصير. يعني السنة مالتنا خوش أوادم، خميس الكنغر، الحلبوسي، أسامة النجيفي، فلان أو فلان، القادة ما يسمى بالأكراد، ما وكلهم نكسين، كلهم حرامية، كلهم دجالين، وكلهم قتلوا الشعب وشاركوا في تقسيم الكعكة. فأرجو من عندكم لا تعممون، ما يصير واحد من عشيرة سوى قذارة صار عميل، ما يصير تتهب وتكرف كل العشيرة وتقول كل العشيرة الفلانية هيك أو كل المنطقة أو كذا كلها هيك بسبب واحد أو اثنين. فنريد هذه التوعية مع عدم التعميم على الناس، نريد نكون هي بداية الخطوة الأولى لتثقيف الشعب العراقي والعقلية العراقية. المهم نرجع إلى موضوعنا قبرص. أنتوا حضراتكم اللي عارف التاريخ ويتفرج أو يشوف شغلات قبرص، كل عمليات الاغتيال اللي صارت للسياسيين غالبيتها في قبرص.
كل عمليات الخطف وتبييض الأموال اللي صارت دولياً أو سياسياً كلها اجتماعاتها في قبرص. هذا خميس البنشر اللي كان يلتقي بالمخابرات الإسرائيلية والأمريكية كان ينزل في قاعدة موجودة في قبرص ويغلق تليفونه لمدة 10 أيام على مود يأخذ التعليمات من أسيادة اللي كانوا قبل ما يصير ذيل إيران. وهذه قبرص معروفة، يعني قبرص هذه اللي موجودة فيها قاعدة بريطانية، ابن أبوك توصلها. زين، هذه القاعدة البريطانية ما حد يعرف شنو عملها، بس هي قاعدة للتجسس على كل الشرق الأوسط، إن كان هواتف زعماء، كل شيء موجود بالشرق الأوسط هذه القاعدة تتجسس عليه. وتشوفون هذه اللي ما التجسس مثل الطابات البيضة تصير فوق الجبال وتسألهم شنو هذه، ما يجاوبك. طائرات رايحة، طائرات جاية، هليكوبترات صاعدة نازلة، ما حد يعرف ايش دا يسوون. هذا بالجانب القبرص اليوناني. تروح إلى الجانب القبرصي التركي راح تلقى أكبر سفارة أمريكية موجودة هناك تستخدم نفس العملية، وهي مراقبة الشرق الأوسط من هذا المكان. فهذا العالم هيك متقسم، وهذه قبرص. طبعا القبرصي شعب فقير، شعب فعلا تشوفه كأنه عراقي، هم مثلنا يعني، أشكالهم عربية مثلنا، وناس فقرة ويضيفون ويهلون بيك من يشوفوك. بس من صارت هاي من 2009 أجانب وغطوا على قاموا يكرهون الأجانب بسبب أفعالهم، كثير بنات تم اغتصابهم والشرطة، ويعني مشاكل سووا. قبرص وأموالها تم تحويلها إلى بريطانيا، ومن بريطانيا تم تحويلها إلى الدول الاسكندنافية، السويد، دنمارك، النرويج، كل هذه فنلندا. وتشوفون الميليشيات متطشرة، وانتو شفتوا حضراتكم. بس قريبا ان شاء الله مثل ما قلت لكم في الفيديو السابق، امريكا بدأت تتحرك. وانتو اذا لاحظتوا اكو شيء غريب بخطاب ترامب البارحة، اللي قال، وهذه اول مرة امريكا كرئيس دولة موجود مو طالع او من الحكم او كذا، يقول كان خطأ كبير احتلال العراق وهذا الطبقة الفاسدة. يعني اكو تحرك، واحنا قلنا لكم من قبل 6-7 شهور، راجع الفيديوهات، قلنا لكم امريكا راح تتحرك، لان الطيبين من العراقيين بدوا يدزون رسائل ووثائق وفيديوهات للصور القتل والبشاعة اللي عملوها هذول الميليشيات ومن والى الميليشيات في العراق. فقال لك لا، ترامب قال لك انا راح اقلب الموازين في العراق بدون ما اضرب اصلا ايران، وخلي ايران بعدها تجي تتنفس. يعني هو دا يضرب ايران بس بطريقة معينة بدون ما يشن حرب مع ايران. اذا قطعت امريكا علاقة العراق بإيران، إيران ماتت، انتهت، سقط الملالي ورجع السلام عام إلى كل العالم. إيران سبب الإرهاب العالمي، إيران سبب كل دمار هذه مدننا ومناطقنا ومحافظاتنا وكل الجراثيم اللي يدعموهم في ما يسمى بالوطن العربي، ولو ما بقى وطن عربي، الكل دا تخون الكل، وباقي واحد دا يأكل بالثاني وينافق على الثاني. أمريكا راح تتحرك، وهذه الطبقة ما يسمى بالسياسية راح يشوون على ذانهم بصل. قلنا هذا الكلام، كذبتونا وحكيتوا وكذا، بس إعلان بعد رسمي البارحة قالها ترامب وعلنا، بعد ما بيها كل مجال المحافظة على ما يسمى بهذه العملية الساقطة في العراق من 2003. وبدت اللي تعبنا احنا واخواننا وكل شريف في العراق، ما نريد كل شيء نقول احنا سوينا، لا،
كل شريف داخل وخارج العراق ساهم بتغيير نظرة العالم على العراق وجعل بأنه العراق بلد صار قرية إيرانية، وكل إرهاب الميليشيات موجود في العراق، تعالوا خلصوا العراقيين الشرفاء. على الأقل بعد هذا التحرك إذا صار أمريكي وتدمير هذه الميليشيات القذرة وعمايم الشيطان في العراق، عمي عفى الله عما سلف ويا أمريكا ونسوي علاقات تجارية، تعالوا ابن البلد، تعالوا سووا كذا، أخذوا عمي نص النفط. هو منو مستفاد من النفط على مدار هاي السنوات من صارت الدولة العراقية لليوم؟ تعال عمي أخذوا نص النفط والنص الباقي احنا نديره او نسوي فشيء، عمر البلد، سووا كهرباء، سووا مي، ابنوا مساكن لهذا الشعب اللي نص نايم بالشوارع. ما لنا شغلة بعد هاي الشغلة، راح نجي ونسوي مع كل احترامي الى اخواننا واهلنا الفلسطينيين، ونقعد هذه الشعارات القومية الفارغة اللي طيحت حظ دولنا وقالت فلسطين حشت فلسطين ولا فلسطين تحررت، دولنا كلها انهجمت، وكلها شعارات كانت فارغة وماكو أي نتيجة منها. نبني بلدنا ونعمر ديارنا والأموال اللي تزيد على عيننا ورأسنا أخواننا الفلسطينيين، وهم أكو شيء اسمه سياسة تقعد. السياسة مو حرب، السياسة فن الممكن، السياسة تعرف شلون تقعد حتى مع عدوك، حتى تعرف عدوك شلون يفكر. مو تقول لي والله هذا عدو ما اقعد وياه، انت شلون راح تعرف هذا العدو شلون يفكر او شلون يريد يتصرف وياك اذا ما تقعد وياه وتقرا بين السطور وتقرا عيونه وتقرا مثل ما يقولون the body language، حركه الجسم كلها تعرفها، راح تعرف عدوك شو مخطط لك. كافي هالمزايدات وكافي هالعنتريات. اما الى نرجع الى دولة الميليشيات والاقزام وسراق، من بيت السبتتنقاني الى الحكيم الى الخوئي، فهذول نهايتهم قربت، والاموال اللي سرقوها على مدى هذه العصور، ما نقول السنوات، العصور، راح يتم تجميدها. سألوني ايش قد يطول، ما اعرف، هذا قانون، حتى لو طول 50 سنة، المهم هذه الأموال ما تروح ببطونهم الخايسة حشاكم. أولادهم وعوائلهم قاعد تتونس في بريطانيا قسما بالله، تشوفون شي يصعدون من سيارات، شي القصور اللي ملكوها الشركات، ما خلوا شي ما اشتروا، بس بقى قصر الملكة ما راحوا عليه، عاملوا بيش هذا، ما خلوا شي ما اشتروا، بس الطغاة والقتلة والمجرمين أيامهم قربت، وراح تشوفون عن قريب ما يسمى السلمية بين المظاهرات. بعد ماكو سلمية، السلمية انتهت، بس خلي الله يفكنا من هذا الوباء، وبعدين لكل حادث حديث. أكو ناس راح تشتغل شغل والله لح تنعى الوالد والديهم دول الميليشيات، وشفتوا هذول مجرمي السطل وغير السطل ايش سووا بالمظاهرين هاي كم يوم، كانوا يقلدون على صدام حسين اللي يحكي عليه عدموه او كذا، شفتوا اللي حكي على السطل راحوا هددوا ببيته، وهذا اللي طلعوا زينوه، وهذا اللي ما اعرف شنو سووا له، والله حكي على الحكيم، والله حكي على كذا. انتوا اساس الدكتاتورية، لو كنتوا مثل ما تقولون صدام دكتاتور، عمي لو مسوين 10% من صدام حسين اللي سواه لهذا الشعب ولهذا البلد، هم كان تركناكم. لا تقولوا لي انت صدامي، ولا تقولوا لي احنا نحكي تاريخ، وده نحكي الرجال اللي سوت. اتفق مع الرئيس صدام، ما اتفق معاه، هذا الشيء بيني وبينك عراقيين، بس تجي تشمر هنا وهنا وطاغوت وقتل وذبح صدام حسين، خلي أقول لكم يا للتاريخ، ما أجد باب واحد مسكين وطلعوا عدمه، والعاقل يفتهم. اللهم احفظ عراقنا، واحفظ كل شريف عراقي ومحب للعراق بالعراق وخارج العراق، واللهم اهدم
معابد الشيطان اللي يعبدوها أهل العمائم وجهلوا شعبنا. تحياتي للجميع ونشوفكم على خير.